Mais vous me dégoûtez! Quand on voit qu'un citoyen algérien, un être humain algérien, meurt dans une prison sous la responsabilité de l'État algérien et d'une institution algérienne sans qu'il y ait le moindre communiqué, la moindre explication de cette institution et de cet État algérien, cela signifie que la valeur réelle d'un être humain algérien est proche de zéro. Le mouchkel wara. Hna ala balna bli hada nizam diktatouri. من 62 هذا النظام ديكتاتوري، يعني العالم كامل على باله بها والشعب الجزائري كامل على باله بها او في الجزائر او في الخارج. دونك ما نستنى والو من هذا النظام، هذه مفروع منها. بصح المشكل مش النظام برك ديكتاتوري، المشكل الشعب الجزائري والقيادات الشعب الجزائري. كيفاه 45 مليون جزائريين والسبع ملايين جزائريين تاع الجاليه وحاشا اللي ما يستاهلش، رانا كاع راقدين ما دايرين والو بهذا الحاجه اللي صرات. يعني جزائري انسان عباد الله توفى في حبس وناس نورمال عادي ناكل في الحريره في الشربه في الزلابيه في الشاميه في البقلاوه نورمال عادي كوم سي il ne s'était rien passé. يعني عوضا بلي ما صرا والو، يعني عوضا عوضا واش نقول لكم؟ ما نضركمش ما نضرش روحنا. عوضا ذبانه ماتت. يعني انسان ولا عنده قيمه تاع الذبانه في الجزائر. C'est-à-dire que la valeur d'un être humain en Algérie est proche d'une mouche, de la valeur d'une mouche. Vous vous rendez compte? نظام فاسد، نظام ديكتاتوري، كاع على بالنا. بصح الشعب تاعنا واش يكون؟ اسكو الشعب تاعنا حضاري؟ اسكو الشعب تاعنا يعطي القيمة لروحو؟ اسكو الشعب تاعنا يعطي القيمة لمواطن جزائري وإنسان جزائري أو امرأة أو رجل؟ هذا هو السؤال اللي يربط روح. Voici la question qui est posée. Est-ce que le peuple algérien donne de la valeur à un homme algérien ou à une femme algérienne? Aujourd'hui, je tiens à vous dire que j'ai la réponse. Non. Non et non. Ça qui chauffe. Mais il y a 443 jours, on a coûté le haps, on a coûté le baklawa, ou le harira, ou dire j'aime bark sur Facebook. On a dit que chauffe, Billy, Khouda Hakim, de bazi met le haps, ou bazal, on a coûté le baklawa, ou le harira, ou bala balash. Gare. La belle coupe, ça fait mal. يعني نورمالمون كي ما طونيش الدواء انا ثاني كي زغماتي المدعو تاع زغماتي ما طونيش الدواء 52 يوم يعني بعد موت يعني كنت مت ما ديرو والو ما على بالكمش كاع ايماجيني كون بوندون 52 جور المدعو تاع زغماتي مع المدير تاع حبس قليعه ما طونيش الدواء تاع لا بروستات كونسير تاع لا بروستات ومن بعد دلي تحويل غير قانوني في الحبس تاع الابيض سيدي الشيخ في في الصحراء 750 كيلومتر على الجزائر عاصمة والمستشفى القريب 125 كيلو كمت يعني انتوما فعلي ما ديروا والو مي فو زيت كوا كوم بوبل مي واش تكونوا انتوما يا الشعب الجزائري انا ضحيت حياتي كامله فاميلتي مرتي وليدي المؤسسه تاع الشركه تاعي صحتي باه اليوم نشوف كي صرات المشكل تاع حاكم دبازي راكم داكلوا نورمال الحريره الشوربه الزلابيه البقلاوه نورمال يعني كنت ما ديروا كيف كيف عيب عليكم عيب على بالكم جي مال راني نادم على بالكم بلي راني نادم وتقولها لكم في هذا الشهر رمضان الكريم راني نادم بلي ضحيت مرتي وليدي صحتي شريكتي عائلتي باه انتوما تاكلوا الحريره والزلابيه والشوربه وجزائري مات في الحبس وراكم راكدين مي فو مو ديغوتي راني كاره منكم كاع كيما راكم